بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون، مرحبا بالجميع. اليوم الحلقة المخصصة للرد على أسئلة حضراتكم. إحنا بنلتقي وإياكم من السبت إلى الأربعاء، ويوم الأربع هو المخصص للرد على الأسئلة اللي بنتشرف باستقبالها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم الصفحة. وبنعرض كمان النهاردة فقرتنا المباركة، فقرة كتاب قلوب عامرة. فإلى أول سؤال، السؤال اللي احنا هنبتدي بيه النهاردة هو من ضمن الأسئلة اللي جت على الهوى، لكن الحقيقة كان من أجل البحث ومن أجل أن ياخد وقته في أن احنا نرد عليه باستفاضة، كان لابد من إرجاء الرد عليه في حلقة الرد على الأسئلة. وكان السؤال ده للسيدة نغم، بتقول: هل الرجل الصالح الذي زوج ابنته لسيدنا موسى عليه السلام هو نبي الله شعيب عليه السلام؟ الحقيقة يا ست نغم أنه اختلف العلماء في تحديد حقيقة الرجل الصالح الذي قابله سيدنا موسى عليه السلام في مدين، هل هو نبي الله شعيب ولا هو حد تاني؟ الكلام ده اللي كان وارد، طبعا ورد ذكره في قوله تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. صدق الله العظيم. إلى نهاية الآيات الواردة في هذا المعنى في سورة القصص. الحقيقة أن هناك رأيان في تحديد حقيقة الرجل الصالح ده اللي قبله سيدنا موسى عليه السلام في مدين. القول الأول بيقول إنه الرجل ده اللي قبله هو سيدنا شعيب النبي المرسل، وده قول أكتر العلماء. قال أو ذكر في هذا المضمار الإمام الفخر الرازي، قال إنه أما الاختلاف في أن ذلك الشيخ كان شعيب عليه السلام أو غيره، فالأكثرون على أنه شعيب النبي. واستندوا في ذلك إلى إن مدين هي نفس البلدة اللي أرسل إليها النبي شعيب عليه السلام، وإنه طبعا نبي كان معروف بالحكمة ومعروف بالكرم، وإنه سيدنا موسى لجأ إليه بعد فراره من مصر. ده إيه القول الأول. طب القول الثاني، القول الثاني يرى أصحابه أن الرجل الصالح ليس هو شعيب النبي المعروف اللي هو الذي أرسله الله تعالى. أمال ده مين؟ قال لك لا، ده شخص آخر من قوم مدين. واستندوا إلى في ذلك إلى الفارق الزمني اللي كان بين نبي الله شعيب عليه السلام وقصة سيدنا موسى عليه السلام. وأشار بعض المؤرخين إلى أن النبي شعيب عاش قبل سيدنا موسى بفترة طويلة جدا، ولذلك من وجهة نظري المؤرخين لا يمكن أن يكون هو نفسه الذي استضاف سيدنا موسى عليه السلام في مدين. واختار شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر الطبري عدم الترجيح، يعني هو كان متوقف بين القولين، لا قال هو شعيب، ما رجحش إنه هو نبي الله شعيب اللي قبله سيدنا موسى في مدين، ولا قال هو رجل آخر من مدين، هو توقف الإمام الطبري. فقال: وهذا مما لا يدرك علمه إلا بخبر، ولا خبر بذلك تجب حجته، فلا قول في ذلك أولى بالصواب. ونقل قول ابن عباس رضي الله عنهما، بيقول القول بتاع سيدنا ابن عباس: الذي استأجر موسى يسرى صاحب مدين. قالوا ده هو اللي كانت، هو ده الشيخ الكبير اللي قبله مدين.
وذكر القول، ولكنه لم يرجح أي القولين، لم يرجح الإمام الطبري أي القولين يفضله أو يرجحه على الآخر. واللي كان يعني أو مما يمكن أنه يرجح أنه كون هذا الرجل الصالح ليس شعيبا عليه السلام اللي هو النبي المرسل، اللي ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره والحافظ السيوطي في الدر المنصور في التفسير بالمأثور من رواية أوردها عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، إن صاحب موسى عليه السلام كان اسمه أسرون، وهو ابن أخي شعيب النبي المعروف عليه السلام. وارتضى بعض المعاصرين من المفسرين هذا القول بأنه ده هو الرجل اللي هو أبو المرأتين، وهو ده صاحب مدين اللي قبله سيدنا موسى واللي تزوج واحدة من بناته، وإنه ده أسرون ده هو اللي قبله سيدنا موسى وليس بشعيب النبي المعروف زي ما هو مشتهر عند كثير من الناس. طيب يعني هذا القول لم يدل الحقيقة عليه دليل، وغاية ما يكون إنه شعيب عليه السلام يعني كانت البلدة بتاعته هي مدين، وهذه القضية برضو جرت والقصة كلها جرت في مدين، وقالوا لا تلازم بين هذا وذاك. الخلاصة يعني في الأمر ده إنه واللي أنا أحب يعني أنبه عليه بالذات، لأن في حاجات خفاية كده في بعض القصص لما الإنسان بيقعد بقى يفصل قوي ببعد أنا عن هدف القصة. اللي عايز أنبه إليه إن القرآن الكريم في القصص التي يعرض لها هو يعني مبغاه من عرض هذه القصص يلفت الأنظار إلى العبر والاعتبار من القصة دون النظر إلى أشخاصها والتفاصيل اللي هي لن علم لا ينفع وجهل لا يضر. وهذا ما ينبغي علينا دايما إن احنا نعتني به من غير بقى التفتيش عن في الأسماء، ما دام إنه لم يرد وحي اللي هو الخبر الواضح الصحيح، يعني لم يرد وحي صحيح بذلك، وهي ترجيحات للعلماء فيرجح الإنسان ما شاء. وعلى ذلك فلا يوجد في القرآن الكريم أو كتب السنة أو الأحاديث الصحيحة ما يؤكد أن هذا الرجل الذي قابله موسى عليه السلام في مدين كان النبي شعيب عليه السلام، وإنما هذا اجتهاد من بعض المفسرين بناء على ما أفادته بعض المرويات اللي بتحتاج إلى تحقيق وتمحيص، وبالتالي ده اجتهاد من هؤلاء وهذا اجتهاد من هؤلاء. وأنا أختار برضو وإن الإنسان حابب بقى يختار قول من القولين أو إنه يتوقف كما عن الاختيار بين القولين كما توقف الإمام الطبري نظرا واعتبارا بالعبرة، النظر إلى العبرة من القصة، وفي نفس الوقت ألا ينشغل الإنسان بفروع ذلك طالما أنه لم يوجد خبر واضح يدل على ذلك. يا صاحبة السؤال الأستاذة نعم، أرجو أن احنا نكون يعني وفينا لحضرتك الأمر كما تريدين، واغفري لنا التقصير. السؤال الثاني من الأسئلة اللي جت على صفحتنا الصفحة الرسمية للبرنامج، هل كان يعلم سيدنا الخضر عليه السلام بحقيقة سيدنا موسى إنه هو نبي مرسل؟ هو ورد ذكر قصة نبي الله تعالى سيدنا موسى الكليم عليه الصلاة والسلام مع سيدنا الخضر في سورة الكهف، زي ما كلنا عارفين بنقرأ الكهف كل يوم جمعة وبنشوف القصة العظيمة التي وردت فيها، غير أن هذه الآيات الكريمات لم توضح على جهة اليقين جوابا عن هذا السؤال، إنما وضحت مغزى القصة وهي بيان مقام سيدنا الخضر وعليه السلام وفضل سيدنا موسى عليه السلام وما في هذه القصة من العبر والفوائد اللي ممكن نتعلمها في أدب طلب العلم والتواضع من أجل ذلك، لكنها أشارت إلى كون سيدنا الخضر عليه السلام، القصة يعني في سورة الكهف أشارت إلى إن سيدنا الخضر عليه السلام صاحب علم لدني من الله تعالى، وذلك كما في قول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه
وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ صدق الله العظيم. لكن السنة النبوية أجابت على هذا السؤال المرسل، اللي هو هل سيدنا الخضر كان يعلم أنه سيدنا موسى نبي مرسل؟ نعم، أجابت السنة كما في صحيح الإمام البخاري في الحديث الطويل في شأن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا الخضر عليهما السلام، وهو مروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل، سألوه: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه سبحانه وتعالى، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك يا موسى، إلى أن قال: فلما انتهي إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوب، مغطي نفسه بالثوب بتاعه، فسلم موسى عليه. فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام، أي كيف تسلم وأنت في أرض لا يعرف فيها السلام؟ فقال: أنا موسى. فقال الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. إلى آخر الحديث الطويل. فأفاد سؤال الخضر سيدنا موسى عليه السلام بقوله: موسى بني إسرائيل، أي الذي بعث لبني إسرائيل. فعلم الخضر بأنه هو المرسل لبني إسرائيل، فده أنه بكونه نبي مرسل بعثه الله تعالى إلى بني إسرائيل، يفيد بأنه يعلم ذلك أو كان يعرف ذلك الخضر عليه السلام، وعلى سيدنا موسى السلام، وعلى سيدنا ومولانا محمد، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام. نستأذن حضراتكم في فاصل، وبعد الفاصل إن شاء الله نكمل الرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم اللي بنستقبلها على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم، والزم حمية الندم، وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما، فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. أستغفر الله، أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نسبت به نسلا لذي عقمي. أمرتك الخير، أمرتك الخير، لكن ما أتمرت به وما استقمت، فما قولي لك استقمي. ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصلي سوى فرض ولم أصمي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الأول، وإحنا ما بنتكلم على مرض زي مرض الألزهايمر، لابد من أن إحنا نحدد أول حاجة درجة المرض. يعني إذا كانت الحماتك بتستفيق أحيانا، بتفوق بعض الوقت، لأنه في درجات من المرض ده، بتروح شوية وترجع تاني تفوق، وتقدروا تسألوها، لأنه واضح أن أنتوا يمكن تعرفوا تسألوها،
وهي بتجاوب، فصار واجب السؤال والأخذ برأيها لأنها هي صاحبة الحكم على هذا المال. طيب إذا كان المرض ده في درجة من الشدة جدا، يعني بدرجة شديدة وما بتستفقش خالص، فيجب في الوضع ده أن احنا جعل الولاية المالية محددة في شخص معين بتحدده الجهة القانونية وهي النيابة الحسبية، عشان تصح التصرفات شرعا وقانونا وما توقعوش نفسكم في حرج ومشقة في قادم الأيام، حد يقول لكم فين فلوسها، عملتوا ايه، انتوا كنتوا بتصرفوا ازاي وكده. والصرف في الوضع اللي انتوا فيه ده بيكون محدد بضوابط يعني واضحة. وأنا بقترح على حضرتك بأنك تتكلمي مع زوجك باستشارة محامي للإرشاد إلى ما يحقق المطلوب اللي أنتوا عايزين تقوموا بيه ويضمن الحقوق ويرفع أي نوع من الحرج أو النزاع مستقبلا، لأن الحاجات دي الواحد شفنا منها كتير من المشكلات. حتى لو لم يتم هذا الأمر على هيئة اتفاق بيتم توثيقه وبعلم الجميع عشان برضو ما يبقاش فيه مشاكل بعد كده، وحتى أنه الأمر ده يتم يعني لا ينفق من مالها شيء إلا في أساسيات الحياة والمعيشة، أكلها شربها علاجها طعامها والحاجات اللي حضرتك أشرت إليها. أما في خصوص حقوق الله تعالى من نحو زكاة الفطر اللي بتخرج في رمضان، فيمكن طالما أنتوا بتسألوها وهي بتجاوب فعرفوها أنه لو كان عليها زكاة وقولوا لها، لو كان في زكاة الفطر فتسألوها، فإحنا نسألها إنها بتوافق على يعني حاجات وما بتوافقش مثلا على إخراج الصدقة النافلة اللي هي يتطوع بها الإنسان. ما ينفعش أطلع صدقة نافلة تطوعية وهي ما وافقتش، وطالما هي بترفض وبتقبل حاجات بترفض حاجات، ده بيدل إن هي بيمر عليها بعض الوقت بتستفيق أحيانا، فإحنا نقدر إن إحنا نسألها ولها في ذلك مطلق الحرية. وننصح في نحو هذه الحالات بالحذر الشديد وعدم التصرف في شيء من مال الغير إلا بإذن أو بالطريقة اللي احنا وضحناها لحضرتك، حتى تصح التصرفات شرعا وقانونا وما ندخلش بعد كده في مشكلات مع أي إنسان. فإذا كان في اتفاق ضمني إن هي لما استيقظت وأنتوا فاهمين إن هي بتقول لكم خلاص خدوا طلعوا زكاة المال، نطلع زكاة المال عنها، هي لم تستفيق وانتوا تحددت الولاية مين اللي هيشرف على ده، هو هيقوم بأداء الزكوات المفروضة فقط، مش هيتطوع بنوافل، الفلوس هتبقى لعلاجها لكسائها لشربها لأكلها مقومات الحياة والحاجات اللي هي الزكوات المفروضة. التطوع لا، يبقى احنا انتوا بقى عايزين من مالكم انتوا مفيش مشكله، ان انتوا يبقى اللي هينص عليه القانون ان هو الولي الشرعي بانه يقدر معه الولايه يقوم بالاشراف على علاجها والاشراف على مصاريف علاجها من مالها والاشراف على اكلها وشربها من مالها. لما بيتحدد قانونا بتبقى المساله منظمه، او فيما بينهم فلان ده فبيقول هتيجي وهي خلاص ما بتركزش في حاجه خالص، فانا عارف ان عليها زكوات او شيء، بنعرف الجميع ان احنا هنخرج زكاة المال عنها او زكاة الفطر عنها، وبنكتب كل ده وندونه طالما حدث نوع من الاتفاق بين الاسره والاتفاق ده كتب او ان احنا اشهدنا عليه عشان ما يحصلش مشكلات في المستقبل، وكل ده في الامور اللي هي الفرض اللي عليه. اما التطوع بالنوافل فلا، وإذا كانت ممن تستفيق بعض الوقت فنسألها، قالت طلعوا الصدقات النافلة طلعوا، قالت ما تطلعوش يبقى ما تطلعوش بالنسبة ده للنفل. يا صاحبة السؤال الأستاذة اللي بتقول إن دي حماتها، وكنت أرجو إن الزوج هو اللي هو دي والدته هو اللي يسأل هذا السؤال صاحبة السؤال. بالنسبة لي هنطلع، طيب احنا قبل ما نجاوب السؤال اللي عليه الدور اللي هو خاص به، هل يجوز قضاء صلوات السنوات الفائتة في وقت الليل من بعد صلاة العشاء إلى الفجر؟ هنجاوب السؤال ده لكن إن شاء الله بعد فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة. كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي
نعلم الناس كيف يتلى القرآن الكريم يسيرة مبسطة على الجميع. احنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرأ، فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بالقاعدة. الطفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين يا رب العالمين. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي كتاب قلوب عامرة، برحب بحضراتكم. نجهز المصاحف، هنكمل تصحيحنا لسورة المرسلات، ومعانا النهاردة هناخد من الآيات 20 ل 28. مستعدين ولا تعبتوا؟ طب يلا، دائما مستعدين إن شاء الله. يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكوا في اللي هقوله. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألم نخلقكم من ماء ليه قلت خلي بالكم؟ عندي القاف والكاف. القاف والكاف حرفين متقاربين في المخرج وفي الصفة. في المخرج قا كا قريبين من بعض. قا كا قا كا. طيب القاف عندي ساكنة، يعني إيه ساكنة؟ لو بصيتوا في المصحف مش هتلاقوا عليها تشكيل. مش مشكولة، لا فتحة ولا ضمة ولا كسر. يبقى ده اسمه الحرف الساكن. لا بتقول له قو ولا قي ولا قا، ما عليهوش أي حركة من الحركات على الحرف، الحرف يبقى إيه؟ ساكن. وراه الكاف المشددة، والاتنين قريبين من بعض جدا عشان تيسير القراءة على القارئ، فهيبقى عندي هنا إدغام كامل. يعني إيه إدغام كامل؟ يعني القاف دي هتدخل في الكاف، مش هيبقى فيه قاف، هيبقى فيه كاف. فأدغمنا، خليكم معايا وما تناموش، القاف دخلت في الكاف، هيبقى إيه؟ نخلقكم، إدغام كامل، نخلقكم. فبالتالي أنت لما تيجي تقراها أيسر لما هتبتدي تعمل يعني تظهر شوية القاف، هتقول نخلقكم، هتبقى تقيلة. يبقى هنقولها تاني. ألم نخلقكم من ماء مهين؟ ألم نخلقكم من ماء مهين؟ الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بيمتن على الإنسان بخلقته، الإنسان اللي اتخلق من هذا الماء الضعيف الهين بقدرة القادر العظيم، يمكث في رحم المرأة ويتكون الجنين. آية من آيات الله، آية من آيات الله، عشان نغفل عنها ولا نتدبر فيها ونفكر قد إيه قدرة الخالق العظيم في إنه من هذا الماء المهين خلق هذا الإنسان وكرمه وأحسن خلق هذا الإنسان. فهنا الآيات بتتكلم عن آية من آيات الله، وهي خلقك أيها الإنسان، آية من آيات الله التي تستوجب على الخلق إنهم يفكروا في قدرة الخالق العظيم. وبعد كده الآيات هتتكلم عن خلق الأرض، فنبتدي بس بدي ونكمل مع بعض. ألم نخلقكم من ماء
ماء مهين ألم نخلقكم فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وجعلنا فيها رواسي شامخات رواسي شامخات وأسقيناكم رواسي شامخات وأسقيناكم أنا عدت المقطع ده عشان الإدغام خلي بالكم إيه الرواسي دي؟ الجبال وشفت إيدي رواسي رواسي شامخات شامخات الجبال الشاهقة الضخمة دي ربنا بعد ما بيذكر الإنسان بفضله عليه في إيجاده من عدم وخلقه من الماء الضعيف وإنه يبقى له وقت مؤقت في رحم أمه وبعد كده تيجي ساعة إلى قدر معلوم تيجي ساعة الولادة من الذي خلق هذا من الذي أوجد له هذا الكون وأعد للإنسان بهذه الأرض اللي فيها كل الخيرات للإنسان مسخرة للإنسان يقدر يعيش عليها ويقدر يسعى ويقدر يأكل ويقدر يشرب ويقدر ياخد من المواد الأولية والطبيعية بتاعتها ويعمل صناعات ويزرع حاجات كتير كل الآيات دي الويل والهلاك والعذاب لمن رأى هذه الآيات ولم تكن دليلا له على وجود الخالق العظيم يبقى وأنا أقرأ هذه الآيات أبقى حاسس الإيه المعنى ناخد المقطع الأخير والحلقة المقبلة إن شاء الله كل واحد منكم يقرأ لوحده ألم نجعل الأرض كفاتا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا أحياء وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم توسط بس ما عنديش غنة توسط بس وأسقيناكم 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 ماء فراتا وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ
صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. السرية عند الأداء في الوقت بتاعها، فكذلك في القضاء لو فاتني صلاة الظهر والعصر مثلا وحصل ليهم بالليل، عند القضاء برضو بعد خروج وقتهما إن أنا أصليهم أو أقضيهما سرا، كما إن سبب الجهر غير متوفر في هذه الحالة الأولى فالأولى طبعا الإصرار. بقت أو بقيت نقطة بسيطة اللي احنا عايزين ننبه إليها، إلى أنه السرية والجهرية من هيئات الصلاة. الصلاة لما أنا بقول دي صلاة سرية، هيئة السرية وهيئة الجهرية من هيئات الصلاة، يعني ما لهمش أثر على صحة الصلاة، لهم سنة ولهم ركن، يعني ما لهمش أثر على صحة الصلاة ما دام إن الصلاة قد وقعت صحيحة الشروط ومكتملة الأركان، لما نيجي نعبر بس بمصطلح هيئة من هيئات الصلاة يا صاحب السؤال. طيب كان في سؤال أيضا معنا بيسأل في الآية 87 بيسأل في الآية من سورة النمل، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. فهو بيقول الآية الكريمة، يعني الآية دي فيها استثناء، يعني استثنى الله سبحانه وتعالى ممن سلمه الله من هذا الفزع، فمن هم الذين استثناهم الله تعالى من الفزع؟ هو نقل الإمام القرطبي صاحب التفسير الكبير، نقل عن بعض العلماء قولهم بأن الصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، يعني ما فيش عندي خبر يجمع كل الأصناف، وإن الكل محتمل أنه يدخل في ذلك، يعني ممن سيأتي ذكرهم، حيث قال قال الله تعالى إلا سبحانه وتعالى قال إلا من شاء الله، وسبحانه وتعالى هنا في الآية إلا من شاء الله اجتهد بقى المفسرين وحصل لهذا الاجتهاد منهم إنهم اختلفوا في هذا المستثنى دول مين. ففي حديث مثلا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنه إلا من شاء الله دول إنهم الشهداء عند ربهم يرزقون، وده برضو قول سيدنا سعيد بن جبير إنهم الشهداء، وغيرهم من العلماء قالوا الأنبياء داخلون في جملتهم، وكمان داخل معهم الملائكة الكرام، وقال مقاتل يعني جبريل مقصود، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل كذلك هم المؤمنون، يعني أهل الإحسان من أهل الإيمان، لأن ربنا سبحانه وتعالى عقب هذا في نفس السورة قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. إذن الأمن من الفزع واضح في خصوص الأنبياء الملائكة الشهداء، أما في خصوص المؤمنين الصالحين فقد وضح بعض العلماء يعني الكلام عليهم في أنه في الأمن من الفزع في ضوء الآيات القرآنية المفسرة لذلك، حيث قال بعضهم إن هناك صنف من عباد الله تعالى
لا يفزعون عندما يفزع الناس ولا يحزنون عندما يحزن الناس، أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله تعالى وعملوا في دنياهم بطاعته، وكل ده هم استعدادا، كان ذلك منهم استعدادا لذلك اليوم. يعني كان في تفكيرهم ووجدانهم الخوف الشديد من الفزع الأكبر يوم القيامة، فآمنوا بالله حق الإيمان وأطاعوا الرحمن خوفا وخشية من فزع ذلك اليوم، فالتزموا بما أمرهم به الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يؤمنهم الله تعالى في ذلك اليوم، وعندما يبعثون من القبور بتستقبلهم الملائكة، ملائكة الرحمن بتهدئ من روعهم وبتطمئن قلوبهم. وربنا سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. يعني ما يسمعوش حتى حس جهنم، هم في حتة وجهنم وأهلها في حتة تانية. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. كما ورد في سورة الأنبياء، الفزع الأكبر هو ما يصيب العباد عندما يبعثون من القبور، ودي أهوال حتى أشارت إليها مطلع سورة الحج. ويوم رهيب، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، شيء كبير. ففي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن، ينادي منادي الرحمن، ينادي أولياء الرحمن مطمئنا لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وذكر المولى سبحانه وتعالى في موضع آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فهكذا بالنظر في عموم الوحي الشريف بنرقب وبنشوف من هم أصحاب ذلك الاستثناء، ما المقصود بأصحاب ذلك الاستثناء، وذلك بالتقصي والمتابع كما رأينا. ونسأل الله سبحانه وتعالى، فاللهم اجعلنا منهم بفضلك ورحمتك، اللهم آمين أجمعين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم، بجاه من بيته، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم، وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم، أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا، فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.